بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك من غير حول منا ولا قوة، بفضلك توفيقك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب المراقبة. باب المراقبة. المراقبة أساسها هي مراعاة الله عز وجل في الأحوال كلها، إما مراعاة الحق في السير إليه تعظيما وشوقا، والسير إلى الله يكون بالقلوب لا بالأقدام، أو مراقبة نظر الحق سبحانه وتعالى برفض معارضته، أي يستشعر الإنسان أن الله يراه، فإن كان الله يراه يخاف أن يعارضه في الظاهر. انظر إلى حالك أمام أبيك أو أمام رئيسك في العمل أو أستاذك أو شيخك، هل تستطيع أن ترتكب معارضة وهو ينظر إليك؟ لا تستطيع. فإذا غاب نظره عنك استطعت أن تفعل ما شئت. فإذا استشعرت أن الله دائم النظر إليك، فرق كبير بين الشيخ وبين الله، ولكن هذا مثال للتقريب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول: راقب الله عز وجل كما تراقب الرجل الصالح من قومك. في بداية السير إلى الله وبعد الطرق تراعي هذا الامر، زي الطريقة البرهامية المنسوبة لسيدي ابراهيم الدسوقي. في الاول يقول لك اما تيجي تقول الورد استشعر ان الشيخ بيراقبك، استحضر الشيخ، يقول لك كده، يقول لك استحضر الشيخ مش استحضر الله، يقول لك استحضر الشيخ انه ناظر اليك وانت بتقول الورد عشان تستشعر الادب في حضرة شيخك في الاول كده. لأن الإنسان لما يجي يستحضر ربه وهو لسه مبتدئ في البداية، الطفل اللي في الحضانة ده ما يعرفش مصلحته لسه، لكن طول ما المدرس قاعد قدامه قاعد بيذاكر ويعمل الواجب، المدرس مش موجود قدامه يجري يلعب ويركب المرجيح ويتنطط مش عارف مصلحته. لما يرتقي ويسيب بقى الحضانة ويبقى في ابتدائي ودخل الجامعة، حتى لو الأستاذ بتاعه ما جاش يقرأ برضه الدرس لوحده لأنه عرف مصلحته، حتى لو مدرسه ما جاش. يبقى الانسان في بدايه سيره يحتاج انه يراقب شيخه اولا، في بعض الطرق تراعي هذا. الشاذليه ما خدتش الاسلوب ده، لكن على اي حال في بعض الطرق اخذت هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا لانه هذا يناسب بعض انواع الناس. فكل الطرق بتشمل، كل طريقه بتشمل نوع معين من الناس، وتعددت الطرق لتعدد نواحي الناس ومنازعهم وأمراضهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم السبلنا ولا سبلنا، يعني الطرق الكثيرة الموصلة. فدليل تعدد الطرق من القرآن، خلافا لمن يقول ان تعدد الطرق فيها فرقة للمسلمين، يبقى لم يقرأ القرآن ولم يفهم. تعدد الطرق تيسير على العباد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فكل واحد له سبيله الذي يوصله إلى الله، الذي يناسب طبعه ويناسب ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من طباع وغير ذلك. فالمراقبة هي أن تراعي نظر الحق عليك ليل نهار، فتمتنع عن المعارضة وتلتزم بالأدب في كل أحوالك. يبقى مراقبة النظر، وقد تكون هي مراقبة السير إلى الله سبحانه وتعالى تعظيما
وإجلالا وخوفا ورجاء، ثم في مقام المحبة شوقا، وبعدين بعد كده مراقبة نوع ثالث، وهي مراقبة فعل الله فيك مطابقا لعلمه القديم فيك، فتراقب أمر الله وفعله فيك بحيث أنك تفقد اختيارك إلى اختياره، فتخرج من اختيارك ومن حولك وقوتك إلى اختياره، فلا تختار بل ترضى بالأقدار وترضى بما أقامك الله فيه وبما أقام العباد فيه، ترضى رضا بقلبك وتنكر المنكر بالشرع، فترضى، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق خلق الكفر والإيمان، أراد أن يكون هناك كفر؟ ولا الكافر كفر بغير إرادة الله؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك الكافر، وأراد أن يكون هناك المؤمن، وأراد أن يكون هناك العاصي، وأراد أن يكون هناك الطائع، حتى تظهر كل أثار صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالأكوان كاملة، فإذا نظرت إليها من وجهة نظر قاصرة تستشعر أنها فيها نوع نقص، والنقص هو في نظرك أنت لا في حقيقة الأمر. ففي حقيقة الأمر الأمور كلها على كمال استقامتها وانصياعا لمراد الله منه. يبقى المراقبة ثلاث أنواع: مراقبة السير، مراقبة النظر، مراقبة القدر. ده ملخص من منازل السائرين لما تكلم على المراقبة سيدنا الشيخ الهروي، أسلم المراقبة لثلاث أنواع: مراقبة السير إلى الله، والسير إلى الله قد يكون خوف ورجاء للمبتدئين، وقد يكون تعظيم وإجلال لأهل الخصوص، وخصوص الخصوص مراقبة الله سيرا إلى الله شوقا. والنوع الثاني هي مراقبة نظر الله، إن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى مراقبة نظر الله إليك. فإذا كان الله ينظر إليك يتولد من هذا الحياء، الحياء أن يراك على مخالفة أو على خلاف أدب، فالحياء ثمرة مراقبة النظر، نظر الله عز وجل، ثم بعد ذلك مراقبة الله في قدره فيك وفي غيرك مطابقا لعلمه القديم الأزلي، أمور يبديها ولا يبتديها، وهي مراقبة حكم الله سبحانه وتعالى في العباد. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وكان الله على كل شيء رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. وأنت شيء، وعشان كده جاب الآية دي علشان يدخل فيها أنت وسائر الأكوان. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. آية برضو في المراقبة: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول: أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال: حدثنا خالد بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة رجل، فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وحلوه ومره. قال: صدقت. قال: فعجبنا من تصديقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فأخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه
تراقبه، فإن لم تكن ترى فإنه يراك يراقبك، يعني إما أن تراقبه أو تستشعر أنه يراقبك، يبقى هي مقامين، مقام أن تراقبه ومقام أن تستشعر أنه يراقبك. وبعضهم قسمها مقام المراقبة ومقام المشاهدة، والمشاهدة إن تكون مشاهدة قلبية أي معرفة، وهذا هو محل الاستشهاد من هذا الحديث اللي هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. ساق حديث جبريل برواية أخرى غير الرواية المشهورة في الصحيح، ولكن المعنى واحد، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام هو الشريعة والإيمان هو ما وقر في القلب طريقة والإحسان هو الحقيقة. قال الشيخ: هذا الذي قاله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إشارة إلى حال المراقبة، أي المراقبة منك لا منه، لأن المراقبة علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، فاستدامتي لهذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل خير له. لا شك أصل كل خير لي ليه؟ لأنه هذا يدفع إلى مراعاة الأدب في سائر الأحوال، ويتولد منه الحياء الذي هو أصل الإيمان. والحديث اللي رواه سيدنا عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. فسئل رسول الله: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ العقل وما القلب وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن لا تتكلم إلا فيما يعنيك. يبقى المراقبة هي ثمرتها الحياء، والحياء بحقيقته هي مراقبة الله في المطعم والملبس، في الملاحظة، حتى في النظر، حتى في السمع، حتى في فعل الجوارح، حتى في كل أحوالك، لأن الجوارح لها حقوق، كما أن الأفعال لها حقوق، كما أن الاعتقادات لها حقوق، كما أن سائر الخلق لهم حقوق عليك، كما أن الله له حق عليك، حتى أن الأكوان نفسها لها حق عليك، فأن تراعي وتعطي كل ذي حق حقه، حياء من الله مراقبة له. تراقب قلبك في سيرك إلى الله، يعني تراقب هل أنت تفعل هذه العبادة مراعاة لله عز وجل أم محبة في الظهور أو للوصول لأمر آخر غير الوصول إلى الله، كالوصول حتى للتخصيص، حتى الوصول لمقامات التخصيص، حتى لمجرد الشعور بحلاوة العبادة نفسها، أو حتى تذكر بلسان فيه نوع مدح من الخلق، أو حتى بلسان نفسك لنفسك فتحمد نفسك ولا تحمد ربك، فتراقب قلبك وأنت في سيرك، لأن السيدة رابعة قالت: لقد عبدتم العبادة، عبدتم العبادة نفسها مش المعبود. أنت مطلوب أن تنشغل بتحسين الصلاح حتى تصلح لأن يقبلها الله، ولكن بعض الناس ينشغل بتحسين العبادة حتى تصير العبادة على أعلى ما يكون، فيكون كل شغله ووجهته إلى العبادة لا إلى المعبود، فهي درجات. ثم تراقب قلبك في أثناء هذا كله، هل أنت معتمد على عملك بعدما أحسنته؟ وهل أنت نسبت العمل إلى نفسك أم إلى توفيق الله فخرجت وتبريت من حولك وقوتك؟ هل أنت راض عما أقامك فيه بقلبك أم أنت راض بلسانك فقط؟ فتراقب قلبك في كل أحوالك وفي كل أعمالك، ثم تزن تصرفاتك بميزان الشرع، فإذا أمرك الله أن تفعل أشياء معينة فانشغلت بغيرها مع نظر الله لك، هل تنتظر أن تأخذ أجر منه؟ إذا كلفك رئيس العمل أن تنشغل بأمر معين في وقت معين
فتركت هذا الأمر وهو ينظر إليك وانشغلت بأمر آخر، هل تنتظر منه مكافأة؟ لا تنتظر منه مكافأة، لأنك انشغلت بما لا يعنيك في الوقت الذي أمرت بأشياء من قبل الذي يشرف عليك. ولذا بمراعاة نظر الله لك تجد نفسك تترك ما لا يعنيك، لأنك إذا انشغلت فيما لا يعنيك كأنك انشغلت في أشياء لم يطلبها منك الشر. فالانشغال فيما لا يعنيك دليل عدم مراقبتك لله عز وجل، كأنه غائب عنك، أمر منك في هذه اللحظة أن تفعل كذا فتركت هذا الكذا وانشغلت في أي شيء آخر. يبقى أنت لا تراقب ربك، لأنك لو استشعرت أنه ينظر إليك هل كنت تغفل؟ أنت دخلت في لجنة الامتحان ومعك القلم ومعك ورقة الأسئلة ورقة الإجابة ووقت محدد تجيب ثم تترك، هل هذا الوقت يناسب أن تذهب إلى الحمام فتستحم؟ أو أن تخرج تلعب في الخارج؟ أو حتى أن تخرج القرآن وتتلو القرآن؟ أو تخرج المسبحة وتذكر الله وردا لك؟ هل حتى ولو كانت عبادة، لكن هذا الوقت مش مطلوب هذه العبادة بعينها، مطلوب عبادة نوع تاني. فهمت ازاي؟ يبقى ادي معنى انك انت تنشغل بما يعنيك في الوقت الذي امرك فيه. يجي اذان الظهر، الظهر بيدن، المطلوب دلوقتي تقوم تصلي، مش مطلوب بقى اقعد اراجع قرآن، ولا مطلوب ان انا اروح اصل رحمي، لان ممكن اما اصلي ابقى اصل رحمي، مع ان دي عبادة ودي عبادة ودي عبادة. يبقى مراقبة الله في كل الاحوال مع مراقبة قلبك، هل انت تركا لهذه العبادة لانها هينة على قلبك فتفعلها لهوانها على قلبك ولانها تناسب طبعك، فكأنك تعبد هذه العبادة لانها تناسب طبعك، والعبادة التي لا تناسب طبعك وصعبة عليك تترك وتهمل. يبقى انت كده لا تراقب ربك، بل تعبد شهوتك وتراقب هواك. وعلى شك كده لما يكون امامك اكثر من عبادة انظر ان كان في وقت معين مطلوب عبادة معينة يبقى افعلها ولو كانت صعبة على قلب. فاذا فعلت في وقت بقى الحرية اللي هي مش مطلوب حاجة معينة، انت الوقت تعمل اللي انت عايزه، تقوم تعرض على قلبك كل العبادات التطوعية، الاصعب على قلبك اختارها والاصعب على نفسك اختارها، تهذيبا لنفسك، مراعاة لتهذيب النفس. ادي معنى مراعاة القلب. ورعيها وهي في الاعمال سائمة وان هي استحلت المرعى فلا تسم، يعني استحلت عبادة معينة فاهملت عبادات اخرى، لا ما تسمهاش بقى في العبادة دي، هات العبادة تانية. لان قد يستحل الانسان مثلا انه يقعد يصلي على النبي كتير لثواب الصلاة على النبي، وهو كان حافظ القرآن فيترك مراجعة القرآن فينسى القرآن، لانه مراجعة القرآن صعب على نفسه، بيجاهد نفسه كتير، وكل ما يحفظ آية تدخل في آية تانية، ويراجع سورة تدخل في سورة تانية، مجهود. لكن يلاقي الصلاة على النبي حاجة جميلة، يقول لك ده اللي يصلي على النبي مرة بيصلي ربنا عليه 10، لكن اللي بيقرأ القرآن ربنا ما بيصليش عليه 10، يبقى خلينا في الصلاة على النبي. يبقى هو مش رايح للصلاة على النبي عشان حلاوة الصلاة على النبي ولا محبة في النبي، ده رايح لا بيهرب من حاجة تانية هي مطلوبة منه. فهمت ازاي؟ طيب نقول له لا، صلي على النبي كفايه في التشهد في الصلاه، واقعد راجع القران. فهمت ازاي؟ يلوي رقبته، يقوم ساعتها يمشي. والصحابه كانت بتعمل كده، الصحابه في حياتهم كلهم كان عباداتهم معظمها التي تخالف نفوسهم. ثم بعد ذلك ياتي مش في العبادات بس، حتى في المباحات، حتى في المباح ياخذ من المباح اللي يخالف نفسه، ولا يكاد يصل إلى هذه المرتبة إلا بعد فراغه من المحاسبة. يبقى خد بالك، الأول عشان توصل للمراقبة لازم يبقى فيه محاسبة، وعشان يبقى فيه محاسبة لازم يبقى فيه اتعاظ وفيه تفكر، والاتعاظ والتفكر لازم يكون مبدأه بعد اليقظة، إنك أنت تتيقظ إنك أنت الله سبحانه وتعالى أراد منك أشياء وخلقك في هذا الكون ويسألك عن أشياء. فمجرد أنك تتيقظ إلى وظيفتك وتتعظ وتتفكر
فتحاسب نفسك، فإذا حسبت نفسك وجدت أن الله رقيب عليك، فإذا وجدت أن الله رقيب عليك استحييت منه أن يراك في غير مخالفة. يبقى هي كلها ماشية بالترتيب كده. يبقى المحاسبة تؤدي إلى المراقبة، والمراقبة يؤدي إلى الحياء، والحياء يؤدي إلى مراعاة الأدب. وعشان كده لما عرفوا الصوفي إيه هو، قالوا الصوفي هو الذي يراعي آداب التصوف الذي هي مراعاة الآداب في جميع الأوقات. كل وقت له أدبه، كل وقت له الأدب بتاعه. تيجي في النوم، النوم ليه أدب. بتيجي بتاكل، الأكل ليه أدب. في الأكل ما كلش إلا إذا جعت، وما كلش إلا من حلال صرف، وإذا أكلت لا أمتلئ. أدي مراعاة الأدب في الأكل. مش مجرد إن أنا يعني أشتهي حاجة أروح جايبها واروح واكلها واشبع منها كمان، وبعدين اجيبها من اي مصدر، ما ينفعش. يبقى انا ما براعيش الادب في الاكل. هاجي النوم ما نامش الا اذا كنت تعبت وغلباني النوم، مش هقعد اتقلب في السرير وافرك واجيب في النوم، يعني بموت نفسي، لان النوم ده هو اخو الموت. لا، ما نامش الا اذا غلباني النوم. وبعدين اما اجي انام، انام على وضوء، وبعدين اذكر ربي وانام على جنبي الايمن، وبعدين اما استيقظ اقول الذكر الاستيقاظ، وهكذا. يبقى كل حاجه لها ادابها. حاجه مثلا اصاحب الناس، في اداب الصحبه، اذا كان اكبر مني ليها اداب، اذا كان رفيق ليا قارين ليا في السن له ادب، اذا كان اصغر مني في السن له ادب. كل واحد له ادب. يبقى هي مراعاه الاداب في جميع الاوقات. هو ده الصوفي اللي بيراعي الاداب في جميع الاوقات. الكسب، هبتدي اروح اشتغل عشان عندي عيال وعايز اتكسب، يبقى اراعي بقى الاداب في الكسب. ازاي اتكسب، واتكسب من اي جهة، وازاي اتقن صنعتي، وازاي ما اغشش الناس، وازاي اكون صادق الوعد، وازاي اكون امين. يبقى هي مراعاة الله في جميع الاوقات. رايح ازور رحمي، هزور ابويا، يبقى في حضرة ابي في اداب معينة، في حضرة الام في اداب معينة، في حضرة العم في اداب معينة، وهكذا. رايح اعود المريض، في اداب معينة اراعيها في عيادة المريض، لا أثقل عليه وأبشره، ولا أطعم عنده شيء وأدعو له، وهكذا. يبقى هي مراعاة الأدب في جميع الأحوال. هقرأ قرآن، الأدب قراءة القرآن، لازم أبقى كذا وكذا وكذا. هطلب العلم، يبقى أدب طلب العلم. هبتدي أصلي، مراعاة الأدب في الصلاة، وهكذا. يبقى هو ده الصوفي اللي بيراعي أدب كل حاجة في كل الأحوال. وعلى فكرة الصوفية ما بتتخذش من 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 انك انت تقعد تقرا. التصوف ده سلوك، سلوك ونظره للحياه وانفعال معها. انت بس بنقرا الحاجات دي كلها علشان انت تحولها الى سلوك، لكن لو ما حولتهاش لسلوك بقت ثقافه. بقت ثقافه زي كتير من غير المسلمين حافظين الكلام من المستشرقين، لكنه سلوكه مش كده، فحتى ما يتقالش عليه مسلم. كذلك لو حفظت والله الكتاب الرسالة كلها وما حولتش منها إلى سلوك، يبقى عندك ثقافة بس، لكن عمرك ما هتبقى راجل صوفي، عمرك ما هتبقى راجل من أهل الخصوص. لو أردت أن تكون من أهل الخصوص عليك أنك أنت تسلك سبيل أهل الخصوص. فإذا حاسب نفسه على ما سلف له وأصلح حاله في الوقت ولازم طريق الحق، استقر فيه يعني، وأحسن بينه وبين الله تعالى مراعاة القلب، مراعاة القلب، وحفظ مع الله تعالى الأنفاس، وراقب الله تعالى في عموم أحواله، فيعلم أنه سبحانه عليه رقيب ومن قلبه قريب، يعلم أحواله ويرى أفعاله ويسمع أقواله. لأن الإنسان عبارة عن أحوال وأفعال وأقوال. هو ده الإنسان. أحوال محلها القلب، وأفعال محلها الجوارح، وأقوال محلها اللسان. ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة، فكيف عن حقائق القرب؟ اللي متغافل عن هذه الأشياء يبقى ما فيش بينه وبين الله حبل حتى يتصل بالله، فكيف يكون بقى يعني مكانه من أهل القرب وهو لسه أصلا ما فيش اتصال؟ سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت الجريري يقول، من لم يحكم بينه وبين الله تعالى التقوى والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة.
والهدف على فكرة مش الوصول الى الكشف والمشاهدة، لكن هو بيقول لك ان ربنا بيديك ثمرة كل ادب. فلما بتحكم المراقبة والتقوى، التقوى يعني الطاعة، والمراقبة اي مراقبة الله حال الطاعة. يبقى لما تحاسب نفسك في حال الطاعة مراقبة لله عز وجل، ربنا يديك ثمرتها في الحال، وهي المشاهدة والكشف. يديك شوية رؤى حلوة، يديك شوية شفافية معينة، يديك معرفة زائدة بالله عز وجل، يديك بيان لحكمته في أمور قد تخفى على الناس. دي كلها ثمرات وليست مقصودة، المقصود هو الله عز وجل. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: كان لبعض الأمراء وزير، وكان بين يديه يوما، يعني كان الوزير ده قاعد قدام الأمير في يوم من الأيام، فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفا لا لريبة ولكن لحركة أو صوت أحس به منهم. يعني الوزير شاف الغلمان اللي واقف حوالين الأمير عملت حركة كده، فالتفت إليهم علشان يشوف الصوت ده، حاجة كده يعني بلا تفكير. فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحال، فخاف لحسن يكون أن الأمير ياخد فكرة سيئة عن الوزير أنه صرف نظره عن الأمير. صرف نظره عن الأمير يعني صرف مراقبته للأمير، المفروض في حضرة الأمير يبقى كل مراقبته للأمير، ما ينصرفش إلى غيره. فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة، فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إليهم، فجعل ينظر إليه كذلك زي الأحول. يعني لما التفت كده الغلمان خلى كأنه أحول، كأنه هو بيبص للي قدامه كده وهو باصص كده، عشان يعرف الأمير يعني أنه ما التفتش عنه، فما رضاش يعدل دماغه تاني. فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إليهم، فجعل ينظر إليه كذلك وهو ملتفت. فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على هذا الأمير وهو أبدا ينظر إلى جانب، بقى حتى يدخله عامل كده، درجة أن الأمير افتكر النحو، وهو أبدا ينظر إلى جانب، حتى توهم الأمير أن ذلك خلقة وحول فيه. فهذه مراقبة مخلوق لمخلوق، يعني استحى انه التفت عمن يراقبه لحظة، فما بالك وانت نظرك الى الدنيا اكثر من نظرك الى ربك. هو عايز يديك مثال، فلا يجب ان يلتفت نظرك لحظة الى الاكوان عن المكون، او الى النعمة عن المنعم، او الى البلاء عن المبلي، او الى العبادة عن المعبود. فعليك ان يكون نظرك دائما الى الله عز وجل، فإذا كان الأمر كذلك من مراقبة مخلوق لمخلوق، فما بالك أنت مع الخالق، يكون من باب أولى أشد. فكيف مراقبة العبد لسيده؟ وتملي هو بيديك أمثلة كده، حكايات في الحس عشان أنت تحولها إلى معنى. سمعت بعض الفقراء يقول: كان أمير له غلام يقبل عليه أكثر من إقبالي على غيري من غلماني، ولم يكن أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة، فقالوا له في ذلك. يعني أمير من الأمراء عنده عبيد كتير، غلمان بيبقوا عبيد يعني رقيق عنده، فكان بيقبل على واحد من وسط الغلمان دول أكثر من إقبالي على غيره، مع أنه لا هو أحسنهم صورة ولا هو في ميزة يعني واضح. فلما قالوا له يعني اشمعنى ده يعني اللي انت مهتم بيه يعني بتعامله معاملة مخصوصة وسط الغلمان، فأراد الأمير أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام كان راكبا ومعه الحشم، وبالبعد منهم جبل عليه ثلج، فنظر الأمير إلى ذلك الثلج وأطرق رأسه، فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء ومعه شيء من الثلج، فقال له الأمير: وما أدرك أني أردت الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر السلطان إلى شيء لا يكون عن غير قصد صحيح. فقال الأمير: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل أحد شغلة، وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي.
يبقى برضو ده مثال في الحس. إذا كان الأمير قرب هذا الغلام لأنه في دائم ملاحظاته يلاحظ أحوال سيده، فسيده قربه إليه. فإذا كان كذلك أنت تريد القرب من الله، عليك أن تراقب ربك وملاحظة ربك في كل أحوالك حتى تنال القرب إلى الله. أنت لو كان عندك 10 من الولد، أولادك كلهم من صلبك، لكن واحد فيهم كل ما تروح البيت وتقعد يبقى ما وروش شغلانة إلا باصص لك، عايز تشرب يناول لك، عايز تعمل حاجة يلاقي دبانة وقفت عليك يروح نششها، يلاقيك قاعد كده شوية يروح جايب لك حاجة تسند عليها ظهرك، يلاقيك بصيت على الشباك يروح فتحهولك من غير ما تقول له اعمل حاجة، هو بس بيلاحظك. هتلاقي ده أقرب أولادك لنفسك. ليه خليته أقرب أولادك لنفسك؟ لأنه مراقب لك لكل لحظاتك، يسارع في رضاك. وكذلك الصوفي الحقيقي هو كده مع ربه، بقى هو كده مع ربه في كل لحظة، هو يراقب أحوال ربه ومراد الله منه ومن الخلق، ويسارع في مرادات ربه، عشان كده يتولاه الله فيصير وليا لله. وقال بعضهم: من راقب الله تعالى في خواطره عصمه الله في جوارحه. لا شك، لأن الجوارح أساسا ما هي إلا مأمورة من الباطن من الداخل، فلو راقبت الله في باطنك انقادت الجوارح في الظهر. وسئل أبو الحسين بن هند: متى يهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيبا. طبعا تصور أنت مثلا عندك غنم كتير، وقاعد أنت في شرفة كده باصص عليها ومدي راعي يرعاها وقاعد بتفص عليه، طول ما انت قاعد في الشرفة هو قاعد بالعصاية بتاعته يهش الغنم ويجمعها ويرعيها لحد ما تخش جوه تنام شوية، خلاص هو ينام راخي. فهمت ازاي؟ مش هي دي الحكاية؟ فبيقول لهم هنا: متى يهش الراعي غنمه بعصا الرعاية عن مراتع الهلكة؟ يعني ما ترتعش في بعض النباتات في الصحراء والاعشاب تعمل اسهال، تعمل مغص، بتضر المشيه وتضر الغنم، فتلاقي الراعي اليقظ ما يوديهاش المراتع دي، والا هتعيا وتهلك، تاكل نبات يسممها، تاكل حاجه تتعبها، فتلاقيه باستمرار يهشها طول ما عليه رقيب. ما عليهوش رقيب خلاص هينام، ويخلي اي عيل صغير معاه يقول له خد العصايه دي خد بالك منهم لحد ما ينام وادي. لكن لو صاحب الغنم موجود هيدي العصايه للغلام الصغير؟ هينام؟ هيروح حته تانيه؟ ما يروحش. فقال: اذا علم ان عليه رقيبا. ودي برضو مثال بيمثل لك انك انت بتراعي جوارحك، جوارحك دي زي الغنم انت مسؤول عنها، فلا تخلي نظرك يروح لحتة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يبقى أنت مطلوب أنك أنت تراعي نظرك فما تخلوش إلا فيما أحل، وتراعي سمعك ما يروحش إلا فيما أحله الله، وإلا لو اديت سمعك لأي كلام يبقى أهلكته، كأنه بقى يرتع في مراتع الهلك. يعني أنت قاعد راعي على غنم جوارحك، هو بيعايز يمثل لك بكده. طيب وغنم جوارحك دي مين اللي اديها لك؟ هو ربك، انت تملكها؟ هل انت تملك جوارحك؟ ما هو لو كنت تملكها ما كانتش تشهد عليكم القيامة، ده كونها هتشهد عليكم القيامة دليل انها هي ملك ربك واعطاك انت القيادة ليها فترة الدنيا فقط، تقودها حيث اراد الله، فان قدتها حيث لم يرد الله تيجي تشتكيك يوم القيامة، سمعك يشتكيك وبصرك يشتكيك وجلدك يشهد عليك، دليل انك انت لا تملك هذه الاشياء. وده اصل من الاصول التي اعتمد عليها من حرم زراعة الاعضاء، قالوا لان الانسان لو كان يملك اعضاءه ما سأله الله سبحانه وتعالى عن جوارحه فيما استعملها فيما احل الله او لم يحل، لو كان يملكها كان ما سأله الله عليه وما شهدت عليه، ولكن دليل أنها تشهد عليه وأن الله سبحانه وتعالى يسأله دليل أنه لا يجيز له استعمال جوارحه ولا حواسه إلا فيما أمره الله. يبقى أنت في دائم رعاية غنم جوارحك عن مراتع الهلك،
وده مثال المشايخ والعلماء لما بيديك مثال من الحس من البيئة اللي انت عايشها عشان يقرب لك المسألة في المعنى. زي ما انت قاعد بترعى الغنم كده وده هيفر كده بتاع، كذلك انت ليك خواطر وليك عينين وليك سمع وليك ايدين وليك رجلين، كل واحد عايز ترعى في حتة. خد بالك بقى الحاجة، الجوارح دي هترعى في مراتع هلكة ولا في مراتع نعمة وطاعة، وعليك انك انت تمنعها كل ما تهش عليه. ادي معنى المثال اللي عايز الشيخ يقوله. هو بيعذب الجارحة مش الجارحة نفسها بتشعر، علشان صاحب الجارحة يشعر بتعذيب، يعني هي بتشهد وربنا يجعل لها ادراك، ثم بعد ذلك يجعل تعذيبها شعورا في صاحبها لا في ذاته، علشان استعملها استعمال خاطئ. فنسأل الله السلامة. وقيل كان ابن عمر رضي الله عنه في سفر فرأى غلاما يرعى غنما، فقال له تبيع من هذه الغنم واحدة، فقال إنها ليست لي، فقال قل لصاحبها إن الذئب أخذ منها واحدة، فقال العبد فأين الله، يعني مراقب ربه. سيدنا عبد الله بن عمر بيختبر الراعي، يعني بيشوف مدى مراقبته، يقول له اديني غنمة من دول تبيعها لي واديك ثمنها، قال له طيب لست بصاحبها، قال له خلاص قل لصاحبها ان دي بكلها، وده كلام وجيه محتمل ان دي بكلها، قال له طب انا اقول لصاحبها كده فاين الله، يعني اين مراقبة الله، اين نظر الله. فكان ابن عمر يقول بعد ذلك الى مدة قال ذلك العبد فاين الله، يعني بقى يتعظ من العبد ده ايه من معناه، يعني اين رقابة الله، اين عين الله، اين نظر الله اليه. وقال الجنيد من تحقق في المراقبة خاف فوت حظه من ربه عز وجل لا غير، يعني اللي يتحقق ويتثبت في المراقبة يخاف فوت حظه من ربه. ليه؟ لان مجرد انك انت تستشعر انك انت في عين حفظ الله، دي في حد ذاتك حظك من المراقبة، انك انت تبقى في عين حفظ الله. فاذا كنت في معصية الله فقدت عين الحفظ الى عين العقاب، فيبقى ضيعت نفسك، بقيت في عين الهلكة، في عين الغضب. انت عايز تبقى في عين الحفظ والرعاية والعناية، ولا في عين الغضب والعقاب والغلبة والقهر؟ وحظ النفس حظك من ربك انك انت تكون في الحفظ وفي الرعاية وفي العناية وفي القرب. وكان بعض المشايخ له تلامذة، فكان يخص واحدا منهم بإقباله عليه أكثر مما يقبل على غيره، فقالوا له في ذلك، فقال أبين لكم ذلك، يعني أبين لكم لي أنا بخص هذا التلميذ دون عن سائر التلاميذ. فدفع إلى كل واحد من تلامذته طائرا وقال له اذبحه بحيث لا يراه أحد، ودفع إلى هذا أيضا فمضوا، ورجع كل واحد منهم وقد ذبح طائره، وجاء هذا بالطائر حيا فقال هلا ذبحته؟ فقال أمرتني أن أذبحه بحيث لا يراه أحد ولم أجد موضعا لا يراه فيه أحد، فقال لهذا أخصه بإقبالي عليه، ليه؟ لدوام مراقبته لله عز وجل، لأنه ناظر إليك قادر عليك، مش كده برضو؟ وقال ذو النون المصري علامة المراقبة إيثار ما آثر الله تعالى، وتعظيم ما عظم الله تعالى، وتصغير ما صغر الله تعالى. ربنا صغر الدنيا، لا تسوي عند الله جناح بعوض، وانت معظمها في قلبك قوي يا اخي، تبقى دي انت مش مراقب ربك بقى، لانك انت عظمت ما صغره الله، مش كده برضو؟ يبقى المفروض الدنيا دي تبقى في قلبك لا تساوي جناح بعوض، طالما في قلبك قيمتها اكتر من كده يبقى انت ما صغرتش ما صغر الله. وربك سبحانه وتعالى عظم جانب الانبياء والرسل وجانب الملائكة وجانب الطاعة، فهل عظمت انت اهل هذه الجوانب من الانبياء والرسل بالاتباع وبالتوقير وبالتعظيم وباتخاذهم الاسوه
وباحترامهم وبالذب عنهم وبزيارتهم، ولا ما اهتمتش؟ اول ما يقول لك قرار من رئيس الجمهورية كل العيال تسكت في البيت، عايزين نسمع رئيس الجمهورية لإيه؟ لكن اول ما تفتح إذاعة القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقلب هات الاخبار بقى، قال رسول الله ولا قال رئيس الجمهورية؟ يبقى انت مش واخد بالك بقى يا مسكين. يبقى الحكاية كلها الراجل الشيخ في 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 الميثم، يا ايها الذين امنوا، وده بيكلم زميله بيولع له السيجار وبيتكلموا على المواريث. هو الراجل ساب ايه؟ وهتقسموا الضياع ازاي والاراضي ازاي؟ يبقى الحكايه مسكين. ربنا بيقول له يا ايها الذين امنوا، هو منهم ويدعي انه مؤمن، وبعدين بيتكلم على حاجه، يبقى ده مش مراقب الله عز وجل. التصرفات دي مش تصرفات ناس مراقبه الله عز وجل. إيثار ما آثر الله تعالى، ربك آثر الآخرة على الدنيا، مش كده برضو؟ حتى سماها دنيا يا أخي، من اسمها تقرف منها. دنيا يعني دنيئة، ده أنت لما تشتم واحد تقول له يا دنيء، يا ده يرفع عليك قضية. طيب ما أنت طب ما هي الدنيا كده، ما أنت قاعد بتتخانق طول النهار على حاجة الدنيئة دي. أو دنيا لأنها من الدنو، من قرب الأجل، يا إما من الدناءة أو من قرب الأجل، وفي الحالتين البني ادم عايز الحاجه المتينه اللي تعيش معاه مده طويله، والدنيا لا متينه ولا هتعيش معاه مده طويله. طب تؤثر ليه حاجه مش متينه ولا هتعيش معاك مده طويله؟ ده انت لو هتجيب جزمه لا مؤاخذه ويقول لك دي هتقعد معاك يا دوب مشوار واحد وتتقطع، تقول له لا يا عم مش هشتريها. طب خدها ببلاش، لا ولا ولا ببلاش. ده انا اعمل ايه بيها؟ ده انا هلبسها هتتقطع في اخر المشوار. هو ما يشحنوا ابني الا اشيلها. وعشان كده الناس لما عرفت الدنيا بهذا المعنى وعرفت انها دانية وقليلة وقصيرة، اعتبرها زي فردة الجزمة دي اللي بتعرض عليه ببلاش عشان ياخدها، وهو برضو مش عايز ياخدها، يقول لك وانا كمان هشيلها، هو انا فاضي اشيلها، خليني كده متخفف منها. فهمت ازاي؟ ومن يذق الدنيا فاني طعمتها، الامام الشافعي يقول كده، وثيق الي عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، إن تكتنبها كنت سلما لآله وإن تكتذبها نهشتك كلابها. هي دي الدنيا بقى اللي انت عايزها يا سيدي؟ طب إذا كانوا الكفار بينهشوا فيها وبيعملوا فيها كلاب، كلاب، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لكن انت ما بقيتش كلب بقى، ده انت بقيت راجل مؤمن، كرمنا بني ادم بالايمان. مش قال لك كده ثم رددناه اسفل سافلين الا بقى؟ ده انت اللي جاي بعد الا، انت ما بقيتش اسفل سافلين بقى، ده انت بعد الا بقى، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مش كده برضو؟ يبقى انت لازم تراقب ربك، تصغر ما صغر الله، تؤثر ما اثر الله، تعظم ما عظم الله. الظاهر انا مش هصبر على النظام ده، احنا عايزين ننقل الدرس في حته ثانيه. حاضر. طب 10 الا 5 دلوقتي، 10 الا ربع يعني كمان 10 دقايق، بتقول لي 3 دقايق على اي حال كويس. حاضر. اصل الشيخ، الشيخ كسلان، تقول ايه الشيخ اللي انا. ربنا يكرمك يا سيدي. وقال النصر بادي، الرجاء يحركك إلى الطاعات، والخوف يبعدك عن المعاصي، والمراقبة تؤديك إلى طرق الحقائق. يبقى الرجاء دافع للطاعة، والخوف مانع عن المعصية. طب والمراقبة تؤديك إلى الوصول الى الحقائق، حقيقة مراد الله من الاكوان، الحكمة، مواضع الحكمة، مواضع الحكمة حتى في الطاعات، ومواضع الحكمة حتى في ترك المحرمات. يبقى المراقبة ثمرتها الاحوال، المراقبة ثمرتها الاحوال، والرجاء ثمرته الطاعة، والخوف ثمرته تجنب الحرام.
كل حاجة ليها ثمرة. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول: سألت جعفر بن نصير عن المراقبة فقال: مراعاة السر لملاحظة نظر الحق سبحانه مع كل خطرة، مع كل خطرة. عشان كده احنا قلنا في الوقت، لما اتكلمنا في الوقت، ان في بعض الصوفية يفهموا الوقت ان هو الانفاس. انت الوقت بتعتبره الساعات والايام والليالي، هو بيعتبره الانفاس، هو ده الوقت من شدة. وفي ناس مش بيعتبرها الانفاس، بيعتبرها طرفة العين، وطرفة العين اسرع من ايه؟ من النفس. وعشان كده الرسول قال ايه؟ لا تكلني لنفسي ايه؟ طرفة عين. قال نفس ولا اقل من ذلك صلى الله عليه واله وسلم. وسمعته يقول: سمعت ابا الحسين الفارسي يقول: سمعت الجريري يقول: امرنا هذا مبني على فصلين، وهو ان تلزم نفسك المراقبة لله تعالى، ويكون العلم على ظاهرك قائما. يعني ان تكون في الظاهر متشرعا وفي الباطن متحققا. في الظاهر متشرعا يعني واخذ اداب الشريعة في الظاهر، وفي الباطن متحققا اي ناظرا الى نظر الله عز وجل، لا الى نظر الخلق حال تشرعك، بل الى نظر الحق سبحانه وتعالى. وسمعته يقول: سمعت ابا القاسم البغدادي يقول: سمعت المرتعش يقول: المراقبة مراعاة السر بملاحظة الغيب مع كل لحظة ولفظة. ملاحظة الغيب اللي هو الله، غيب الغيوب هو الله، لأنك أنت المحجوب عنه، فأنت تراقب من حجبت عنه. وسئل ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحق على دوام الأوقات. أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات. أهلا وسهلا، ازيك يا سيدي؟ حاضر، أما نخلص. طيب، وقال إبراهيم الخواص: المراعاة تورث المراقبة. لا، ده بيقول الدكتور محمد سالم، اللي هو مش هو مش هيدي الدرس، بيحب قبله يعني. وقال إبراهيم الخواص: المراعاة تورث المراقبة، والمراقبة تورث خلوص السر والعنانية لله تعالى. يعني لما تراعي ربك في كل الأوقات، تراعي طاعته في كل الأوقات، يتولد في قلبك مراقبة الله عز وجل. والمراقبة دي تورث الإخلاص، فلا ترى سوى الله سبحانه وتعالى مقصودا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: أفضل ما يلزم به الإنسان نفسه في هذه الطريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم. يبقى المحاسبة والمراقبة، وفي أثناء هذا كله يسوس عمله، يعني يقود عمله بالعلم أي بالشريعة، أن يكون موافقا لسنة الله ورسوله. وسمعته يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عثمان يقول: قال لي أبو حفص: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ولنفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يعني لما تجلس مع الناس اعتبر الكلام اللي بتقوله للناس ده بتقوله لنفسك أنت مش للناس. ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. ما تغترش بإقبال الناس عليك. وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر الصيدلاني يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: قال لي بعض مشايخي: عليك بمراعاة سرك والمراقبة. قال: فبين أنا يوما أسير في البادية، إذ أنا بخشخشة خلفي، فهالني ذلك، وأردت أن ألتفت فلم ألتفت، فرأيت شيئا واقفا على كتفي فانصرف، وأنا مراع لسري، ثم التفت فإذا أنا بسبع عظيم. دول أهل المراقبة من أهل التجريد، أهل المراقبة من أهل التجريد،
يخاف أن يأخذ حتى بأسباب النجاة عند مواضع الهلكة، زي سيدنا إبراهيم لما رموه بالمنجنيق إلى النار، جاءه سيدنا جبريل كسبب فترك حتى هذا السبب وقال علمه بحالي يغني عن سؤال لدوام مراقبتي لربي واعتمادي على ربي بغير واسطة. فهو أيضا كان يسير في البادية فسمع خشخشة خلف صوت يعني، فلم يرد أن يلتفت لأنه قلبه ملتفت إلى الله مراقبة، فخاف أن يلتفت بصره إلى ما لا طائل من ورائه، وأردت أن ألتفت فلم ألتفت، فرأيت شيئا واقفا على كتفي فانصرف وأنا مراع لسري، ثم التفت فإذا أنا بسبع عظيم. وقال الواسطي أفضل الطاعات حفظ الأوقات، وهو ألا يطالع العبد غير حده، ولا يراقب غير ربه، ولا يقارن غير وقته. والله أعلم. انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني وأوله باب الرضا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.